هذا بنتي شتي تعيش شتي تلعب مع الأطفال شتي تمارس حياتها شتي تلعب تعيش هي الآن عوقه إن شاء الله بنعطيها رجل أحسن رجل تمارس وتمشي معهم وتعيش ولكنها معوقة إن شاء الله إنها تكون مرتاحة وتكون تحسن وتكون تعيش بحياتها أفضل وأحسن من هذا الحياة. Adjustment in terms of the alignment, so now we can see how it fits her. As you can see, it's a long process. It's something that is hard for young children to learn how to walk again. Mm-hmm.